لنقاش ملف الأزمة السياسية المستمرة في العراق. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أهلا بك معنا أستاذ بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدي الكرام. حياكم الله. أستاذ بهاء، يعني اتهم مقتدى الصدر كلا من المالكي والعامري بقتل سنة وشيعة العراق وارتكاب جرائم عدة من بينها مجزرة سبايكر. يعني كيف يمكن قراءة هذا التصريح وما الدلالات بالنسبة للتوقيت؟ في الحقيقة دائما هم الأطراف السياسية دائما عندما يتم الاتفاق فيما بينهم على أي أمر ويذكر الأمور جيدة نوعا ما يحاول فريق الدفاع عن الفريق الآخر، لكن عندما يكون هناك خلاف فيما بينهم يحاول كل طرف فضح الطرف الآخر من أمام الشعب من أجل يعني إضعاف جمهورهم أو تعريتهم أمام الناس. هذا يعني ديدا هذه الكتل السياسية المنضوية تحت العملية السياسية الأمريكية التي جاءت بها قوات الاحتلال الأمريكي. الحقائق اللي ذكرها مقتدى الصدر اليوم هي كلها حقائق يعلمها الشعب العراقي، لكنهم سابقا كانوا يحاولون التملص منها ومحاولة إلصاق هذه التهم بكيانات أو أفراد أو مجموعات يعني بعيدة كل البعد عن هذه الجرائم التي ارتكبت، يعني حتى منها جريمة سبايكر اللي اتهموا بها العديد من أبناء المحافظة السنية ومحافظة صلاح الدين، أيضا موضوع سقوط الموصل اتهموا به الكثيرين. لكن الآن لأنه هناك خلافات سياسية فيما بينهم بدأ طرف يعني يكشف الطرف الآخر ويحاول تعريته أمام الناس ويحاول كشف الحقائق اللي هي يعلمها الشعب لكنها غائبة عن خلينا نقول الإعلام بصورة رسمية. لكن الآن هي جاءت هذه التغريدة لتثبت كم الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات وخصوصا ميليشيات الإطار التنسيقي منذ 2003 وحتى الآن، وهو ذكر العديد منها، ذكر مجزرة سبايكر، ذكر قبل مدة ذكر تفكيك مصفى بيجي وسرقته عن طريق قيس الخزعلي، وايضا ذكر يعني الصراع الطائفي اللي حدث في 2006 و2007 وما ما ما تلا من اعمال دمويه استهدفت المكون السني، وبعدها موضوع سقوط المحافظات الثلاثه بدايه تنظيم داعش وما تلا من عمليات تدمير وتغييب قسري لكل ما حصل في المحافظات هذه. لذلك يعني اتوقع انه يتم يعني الحديث عن الكثير من الجرائم التي ارتكبت وما زالت امام القضاء مجهوله الفاعل. يعني هذا الحديث ياتي فقط من باب الحديث ويعني ام انه لربما للضغط عليه شعبيا على الخصوم ام ماذا؟ لا، هو يعني شعبيا لا اكثر ولا اقل، لان يعني الخصوم يعلمون كل هذه الفضائح الموجوده، كل هذه الجرائم اللي ارتكبوها هي معلومه لدى الشارع، معلومه لدى الشعب بصوره يعني كامله، وفقط ان هي غير مسلط عليها من الناحيه الاعلاميه. المجتمع الدولي قد يكون لا يعلم بها، لكن الان عندما يعني مثلا يتم تداول هذه التغريده على مستوى عربي او عالمي يبدا الناس في خارج العراق يتحدثون عن اساس هذه الجرائم التي ارتكبت وكيف ان الاعلام الاصفر تابع للميليشيات كيف كان يشوه صورة الواقع الحقيقية. طيب يشوه مثلا سكان المناطق السنية هم اللي أدخلوا داعش وغيرها وغيرها يعني من هذا. طيب سيد بهاء، يعني المحكمة الاتحادية أعلنت تأجيل النظر في دعوى حل البرلمان إلى يوم غد الخميس بعدما بدأت بالفعل بالنظر بالدعوى المقامة من التيار الصدري. برأيك هل هذه المحكمة تتعرض لضغوط ما من قبل الإطار التنسيقي؟ بالتاكيد المحكمه الاتحاديه يعني قرار ليس بيدها، وكل ما اصدرته المحكمه الاتحاديه او اغلب ما اصدرته المحكمه الاتحاديه هو في مصلحه الاطار التنسيقي، وفي كل موسم انتخابات يتم استخدام المحكمه الاتحاديه من اجل اطلاق تفسيرات جديده للدستور العراقي وخلق مشاكل. اساس هذه المشكله اللي احنا الان نمر بها هي اساس المحكمه الاتحاديه وقرار المحكمه الاتحاديه اللي وضع العقده في المنشار عندما فرض موضوع الثلثين كشرط من شروط انتخاب رئيس الجمهوريه، ومنع الصدر من تشكيل حكومته مع ائتلاف وطن اللي يتكون من الديمقراطي الكردستاني وتحالف يعني تقدم وعزم. هذا اللي
اللي حصل هي كلها بسبب المحكمة الاتحادية. أما موضوع حل البرلمان، أين ستذهب المحكمة الاتحادية؟ هل ستحل البرلمان أم لن تحل البرلمان؟ أعتقد أن تأجيل الدعوة لهذا اليوم ليس من أجل المداولة، وإنما من أجل الوصول إلى تفاهمات بين الكتل السياسية حول طبيعة ما سيحدث ما بعد حل البرلمان. يعني حل البرلمان يتطلب إنشاء حكومة طوارئ، وحكومة طوارئ هذه يجب أن تهيئ إلى انتخابات مبكرة. حاليا الآن هنالك خلافات حول من سيتولى هذه الحكومة، وعدد الشخصيات اللي ستكون في هذه الحكومة المؤقتة، هل سيستمر الكاظمي أم لا يستمر؟ قانون الانتخابات الصدر يطالب بتعديله، والإطار متمسك العفو الصدر متمسك به والإطار يطالب بتعديله. المفوضية مفوضية الانتخابات نفسها متى ستكون الانتخابات، يعني يعني لن تحديد يتم الموعد. مناقشة هل من صلاحية المحكمة حل البرلمان أو لا؟ هل هذا أصبح من الماضي؟ لا لا لا، ما له علاقة. يعني هي صلاحيات المحكمة هي واضحة، هو اكو طلب لحل البرلمان، الدستور في مادة 64 اللي هي تطلب عن الموضوع حل، تتكلم عن موضوع حل البرلمان اللي مرتبط بشرطين اساسيين، الشرط الاول هو طلب من رئيس الجمهورية بموافقة النصب زائد واحد، والشرط الثاني هو تقديم ثلث اعضاء البرلمان طلب لحل المجلس بجلسة استثنائية وايضا تتطلب النصب زائد واحد، لكن هي هذا يتطلب قرارا سياسيا وليس قرارا قضائيا. لكن هنالك تعويل على موضوع انه القاضي يجب ان لا يكون هنالك عليه، يعني لا يجب عليه رد دعوى بحجه يعني عدم يعني صلاحيه او يعني صلاحيات المحكمه الاتحاديه، لذلك هو يجب ان يتخذ قرار. لكن طيب موضوع اتخاذ قرار من هذا النوع يجب ان يتم عن طريق اجراء تفاهمات سياسيه، لان حل البرلمان الان يعني كانما سيعيد العمليه السياسيه الى مربع الى المربع الاول، وبالتالي ستعود الخلافات من جديد ما بين هذه، وهم الان يا دوب طيب في حاولوا قدر الامكان انه يعني يهدئون الوضع قدر الامكان. في سياق التصريحات، يعني كما تعلم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن اعتزال العمل السياسي، ولكنه انتقد ووصف عزم الإطار التنسيقي عقد جلسة برلمانية للمضي بتشكيل حكومة جديدة، يعني وصف هذه الخطوة بالخطوة الوقحة. يعني كيف يمكن تفسير أن مقتدى الصدر أعلن اعتزاله العمل السياسي وفي ذات التوقيت يعلن أنه سيصبح العدو الأول للإطار التنسيقي؟ سيد عزيز، يعني مقتدى الصدر لا يمكنه التخلي عن أتباعه، يعني هو رأس ماله حاليا هم أتباعه، يعني هو خسر العديد من الأسلحة اللي كان يحارب بها الإطار التنسيقي، خسر مقاعد البرلمانية وكانت هي السلاح الأقوى بيديه من اجل اخضاع قوى الاطار التنسيقي، لكن انسحابه من البرلمان واعلان استقالتهم افقده واحد من اهم اسلحته السياسيه، خلينا نسميها ضد القوى الاطار. ايضا هو موضوع الاعتصامات، الاعتصام اللي صار في البرلمان واعتصام المتظاهرين داخل البرلمان هذا كان واحد من الاسلحه اللي عطل الحكومه بصوره كامله، مثل ما هم عطلوه 8 اشهر ومنعوه من عدم تشكيل حكومه، ايضا هو عطلهم لمده شهرين ما بعد استقالته ومنعهم من تشكيل حكومه، ووصل الامر الى طريق مسدود 100%، يعني لا محكمه اتحاديه تقدر تتدخل فيه ولا قوى اقليميه ولا دوليه، حسب الدستور والقانون لا يمكن انشاء حكومه طالما ان هنالك متظاهرين معتصمين داخل المنطقه الخضراء. لكن انسحابهم هو عندما انسحب من العمل السياسي وضع المتظاهرين في وجه المدفع مثل ما يقولون، يعني وضعهم في مواجهه قوى الاطار التنسيقي، وبالتالي لا يمكن ان يتخلى عنهم الان بعد ان سقط منهم إذا العديد يعني هذا من الإعلان إعلان القتلى. يعني سريعا كانت ردة فعل أستاذ بهاء، هذا الإعلان إعلانه اعتزال العمل السياسي ما هو إلا إعلان لربما شكلي؟ نعم بالتأكيد، وهذا ليس الإعلان الأول، هو أكثر من ثلاث نعم أربع مرات نعم من 2003 لحد الآن وصلت أعلن اعتزال العمل السياسي، وصلت لكن ما حصل يوم أمس، ما حصل يوم أمس هو اللي خلاه، يعني تصريحات الإطار التنسيقي استفزته، وفي نفس الوقت وصلت الفكرة. نعم الجريمة اللي ادعوا بحصولها عذرا في قصر للمقاطعة، الجمهور. كنت ضيفنا عبر سكايب، ضيفنا من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.